يعني أن هذا التنظيم بات مخترقا، ويبدو أنه هذه هي ليس المرة الأولى، هنالك أيضا تم تسريب بعض الوثائق. إضافة إلى موضوع تسريب الوثائق، هنالك أيضا استهداف إلى شخصيات أو قيادات من هذا التنظيم، على سبيل المثال استهداف أبو عمر الشيشاني في الرابع من هذا الشهر، وكذلك قيادات أخرى. إذا نحن الآن أمام اختراق إلى هذا التنظيم، وهذا الاختراق أكدته يعني الاستخبارات المركزية الألمانية، وكالة العفو الأمريكية، وكذلك وكالة الأمن القومي واستخبارات الدفاع الأمريكية، أن الحرب سوف لا تكون حرب تقليدية مع هذه الجماعة، بقدر ما تكون هنالك حرب معلوماتية استخباراتية. فإذا نحن الآن أمام حرب معلوماتية. ما يتعلق الآن في يعني وضع التنظيم، وضع التنظيم هنالك تراجع، وهنالك أيضا يعني انعكاسات بأن هذا التنظيم غير قادر على حفظ أمن معلومات التنظيم. سنتحدث